اللي راهم عندنا دون لو كادر تاع لا ليت كونتر لي زانسوندي. زيد على ذلك عندنا 200 اوفري هادو اللي راهم متابعين لشركه الهندسه الريفيه جي جي ار. ان شاء الله الدوله في عن قريب ان شاء الله سوف نقتني الطائرات المخصصه للمياه يعني كنادير. رانا باتصال الكاي دي شارج دفتر الشروط راه جاهز، ورانا باتصال مع بعض الشركات العالميه اللي مش متواجده، حوشنا حتى في بعض الدول. على كل حال رانا في طريق اقتناء مثل هذه الطائرات لتوضع تحت تصرف هذه المناطق.